لم تمر أيام على أزمة الشيف التركي بوراك أوزديمير الذي بدأت بينه وبين والده أزمة تفاقمت وبدأ سيل من تبادل الاتهامات. لكن هل كان يتخيل أحد تصعيد الخلاف بين الاثنين إلى حد حديث الوالد عن جينات ولده؟ وهل كان من المنطقي أن يتداول الوالد أمام الجمهور سراً بينه وبين والدة الطاهي التركي الأشهر في بلاده بل وفي المنطقة العربية؟ وإذا كان الخلاف بين بوراك ووالده قد وصل إلى ساحات القضاء، فهل من محاولة احتواء تضمن الحفاظ على ما تبقى من ثروة أعلن صاحبها إفلاسه على الملأ؟ والدي السبب. على وتيرة واحدة مضت أزمة الشيف بوراك، ولسانه يردد تلك العبارة بعد أن قرر التصعيد، ودخل الاثنان الابن والوالد في مواجهة أمام ساحات المحاكم. بالطبع لن يقف أحد من طرفي المواجهة أمام القضاء التركي مستدعياً مشاعر أبوة أو بنوة نحو الآخر، فالاثنان قد أعدا العدة وجهز كل منهما أوراقه ومستنداته وسلمها إلى محاميه المفوض بالدفاع عنه. سلسلة مطاعم شهيرة امتدت شهرتها داخل وخارج البلاد امتلكها الشيف التركي بوراك وزع صيتها إلى حد بعيد، لكن الرجل تعرض مؤخرا إلى أزمة صادمة وصلت بأوضاعه المالية إلى أن أصبح أقرب إلى الإفلاس. أزمة الشيف التركي بوراك أوزديمير كان لها حتماً أسبابها، لكن هل تخيل عملاء بوراك يوماً أن الطرف الثاني في الأزمة التي تعرض لها الطباخ التركي هو والده؟ الإجابة عن هذا التساؤل أكدها بوراك نفسه، وعزى أسباب تراجعه مادياً إلى والده الذي تصرف من وراء ظهره وباع اسمه التجاري إلى رجل أعمال أجنبي مقابل مبلغ كبير من المال. يومان اثنان مرا على أزمة بوراك ووالده، بينما كان الأخير يلتزم الصمت من دون أن يدلي بأي تعليق على الأزمة التي أثارها الابن بحقه. لكن يبدو أن التصعيد الذي مارسه الابن بحق والده وترويج اللجوء إلى القضاء باعتبار ذلك حلاً لحسم الأزمة دفع الوالد إلى كشف أسرار الخلاف القديم. الرواية الرائجة بشأن أسباب الخلاف بين بوراك ووالده أوزديمير أن الوالد رفض تقديم الابن أي دعم إلى المناطق المتضررة من الزلازل في بلاده. ولم يكد يمضي يومان على تلك الأسباب المعلنة حتى قرر الوالد الخروج برواية جديدة: إن المشكلة أن ولدي يحمل نفس جينات والدته وهو يميل إلى سماع كلامها. بتلك الكلمات المفاجئة قرر إسماعيل أوزديمير الدفاع عن نفسه أمام وسائل الإعلام بعد رواج التقارير التي حملت الوالدة مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها سلسلة مطاعم بوراك. الوالد قرر تحميل والدة الشيف الشهير المسؤولية كاملة، مستنداً في ذلك إلى أن بوراك يستمع جيداً إلى والدته التي دفعته إلى اتخاذ ذلك الموقف من الأب على الملأ. لم تتوقف أسرار العائلة عند ذلك الحد، بل أعلن الوالد أيضاً أنه صانع اسم بوراك ومؤسس المطعم الأول لتلك السلسلة منذ 4 عقود مضت. إلى هنا أدلى كل طرف بأسبابه بين والد يشكو جحود الابن وابن قرر مواصلة مسيرته منفرداً في مطعم واحد، وما زالت القضية تنتظر الحسم أمام القضاء التركي.